بطبيعة الحال نحن نحضر هنا لسبب رئيس، وهو متابعة ما آلت إليه إجراءات تدبير هذا الملف لحد الساعة بعد شهرين كاملين تقريبا على حراكنا الأستاذي، وبعدما حاولنا بكل الطرق والوسائل الممكنة أن نوصل مطالبنا إلى الجهات المعنية. لقد أوصلنا مطالبنا كما تعلمون وكما غطيتم ذلك في كثير من المناسبات إلى الجهات المعنية من خلال مطالب واضحة، ونحن الآن ننتظر رداً حكومياً مقنعاً من خلال عرض تقدمه للشغيلة التعليمية من أجل أن تنظر فيه. كل ما في الأمر أنه تم مرة أخرى الهروب إلى الأمام، وتم تهريب الملف من مجاله القانوني والمؤسساتي، لأن ملفنا هو ملف اجتماعي مهني، وهذه الأزمة خلقها وزير قطاع التربية والوطنية حينما أصدر مرسوماً خلق أزمة في القطاع. فمن خلق الأزمة كان من المفروض أن تكون لديه الحلول، لكنه للأسف الشديد لم يجد حلاً للمعضلة، وتم تصدير المشكلة إلى الأجهزة الأمنية وفيما بعد إلى رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة لحد اليوم لم تخرج بأي بلاغ رسمي. كل ما في الأمر أن هنالك بلاغات للاستهلاك الإعلامي تلتها مباشرة بعد ذلك عملية لم نفهمها لحد اليوم، وهو أنه تم إخراس جميع مسؤولي القطاع، لم يتكلم أحد بصفته الحكومية، وأصبح الموضوع موضوع مزايدات إعلامية حزبية، وهرب النقاش من مؤسسة الحكومة ومن مؤسسة الوزارة المعنية إلى مؤسسات حزبية، وأصبحنا نرى أغلبية تجتمع في فندق وكأن الدولة ليس لها مؤسسات، تجتمع بصفتها الحزبية وتصدر عنها مجموعة من العنتريات في الموضوع، ولكن بصفتهم الحزبية وفي مقدمتهم رئيس البرلمان، ولكن بصفته الحزبية مر في الإعلام وكعادة الإعلام، وهنا نعيد توجيه رسالة إلى الهاكا بأن تتدخل، لأنه لا يمكن في موضوع خلافي مجتمعي يهم الشعب المغربي كاملا أن يتم استضافة الطرف دون الآخر، هذا من جهة، وإلا فبطبيعة الحال لا تكون لهذه القنوات أي مصداقية. إذن بعد هذه الرسالة الموجهة للهاكا أقول بأن مشكلتنا هي مشكلة قطاعية، مشكلة مؤسساتية، مشكلة قانونية، وأي تهريب لها لقنوات أخرى غير القناة الحكومية والقناة الوزارية معناه أن الحكومة غير جادة في إيجاد حل للمعضلة وللأزمة التي افتعلتها. إذن كلامنا واضح، نحن نؤكد ونجدد لسنا هواة نضال ولسنا هواة إضراب، نحن مربون ومربيات، مكاننا الطبيعي وفي الفصول الدراسية مع أبنائنا وبناتنا وتلميذاتنا وتلاميذنا، قلوبنا تعتصر ألماً ونشعر بمعاناة الشعب المغربي، بمعاناة الأمهات والآباء، ونحمل كامل المسؤولية للحكومة في هذه الظرفية. تأتي هذه الندوة الصحفية من أجل تسليط الأضواء على مآلات ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين، وأيضاً للإجابة عن تساؤلات المواطنين والمواطنات والأمهات والآباء. طبعا تعرفون ان هذا الملف وهذا المشكل بدا اساسا مع اصدار مرسوم رفض من طرف الجامعة، مرسوم بمثابه النظام الاساسي لرجال ونساء لموظفي قطاع التعليم، وبعد هذا الرفض بطبيعه الحال سارعت الوزاره الى تمريره في مجلس حكومي. هذا المجلس الحكومي ايضا اسرع بنشره في الجريده الرسميه. مباشرة بعد ذلك خرجنا في إطار اليوم العالمي للمدرس، وهو يوم كان من المفروض أن يحتفي بنا الشعب المغربي بهذه الهيئة، فإذا بنا نخرج لكي نعبر عن رفضنا الجماعي لهذا المرسوم، لكن مع الأسف بالرغم من كل ذلك تمادت الوزارة في صم آذانها، مما دفعنا إلى القيام بمجموعة من الاحتجاجات في مقدمتها الوقفات الاحتجاجية ما بين الحصص ثم الإضرابات.
طبعا نحن لسنا هو إضراب، ليس هدفنا هو الإضراب، الإضراب هو فقط من أجل لفت الانتباه إلى أن ما يحدث هو أمر غير صحيح على الإطلاق وغير سواء على الإطلاق في مرحلة نحن بطبيعة الحال نعيش فيها على أساس التدبير التشاركي وفق المبدأ التشاركي في الدستور. إذن أمام هذا التعنت بطبيعة الحال لم يكن أمامنا بد غير أن نزيد من إصرارنا على خوض نضالات إلى حين استجابة الحكومة. صحيح أن السيد رئيس الحكومة بصفته الحزبية دائما كأمين عام لحزب الأحرار في إطار اجتماع الأغلبية الحكومية بشر بأنه يدعو للحوار، لكن لحد الآن لم تصدر أي دعوة إلى الحوار ولم يقم بأي مبادرة، لا سحب المرسوم المشؤوم ولا هو قام بالدعوة إلى الحوار وبتوقيع اتفاق ومحضر مع النقابات في أجال معقولة من أجل أن نلملم هذا الموضوع ومن أجل أن نعود إلى أقسامنا، لأنني أؤكد وأقول بأن الأستاذ المغربي هو واحد من أكثر المواطنين مواطنة، وبالتالي نريد أن نرجع إلى فصولنا في أقصى سرعة ممكنة من أجل أن نقوم بوظيفتنا وبدورنا التربوي الأساسي. مكاننا الطبيعي هو داخل الفصول الدراسية بين تلامذتنا وتلميذاتنا من أجل أن نقوم بمهمتنا الإنسانية والحضارية النبيلة، ونتمنى من المسؤولين أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة وأن يجنبوا المجتمع المغربي هذا الصراع الذي لن يكون في صالح أي أحد، والخاسر الأكبر هو الوطن. ولكن واحد النقطة اللي الإخوان طلبوا مني باش نهضر فيها هي علاش الشغيلة التعليمية تحتج، علاش الشغيلة التعليمية متواجدة خارج المؤسسات التعليمية مع أن المكان الطبيعي هو نتواجدوا في الأقسام وندرسوا وليدات الشعب اللي هما وليداتنا، علاش احنا كنرفضوا النظام الأساسي مع أن الوزير ومن يدور في فلكه وعلى رأسهم جميعا رئيس الحكومة يقول لك هذا عباد الله نظام عادل ومحفز، فهل هو فعلا نظام عادل ومحفز؟ غادي نحاول أنني نبين هذه النقاط هذه ونبين علاش كنرفضوا هذا النظام الأساسي أو المرسوم بمثابة النظام الأساسي. أنا غادي نبدا معكم مع عباد الله بالعنوان ديال هذا النظام الأساسي اللي شفتوا معايا هنايا. اش كيقول هذا المرسوم؟ سمحوا لي، كيقول لك المرسوم رقم 223/813 صادر إلخ 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 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهذه أول أكذوبة ومغالطة. كيقول لك خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، شكون اللي كيكذب هذه القضية هذه؟ المادة الأولى، أنا نقرأ عليكم دابا، اش كتقول المادة الأولى؟ كتقول المادة الأولى سيدي يسري هذا النظام الخاص على موظفي قطاع التربية الوطنية اللي هما حنا، وأنا مخفي وقف تما، ومن بعد شنو قال؟ والأطر النظامية للأكاديميات، ومن بعد شنو زاد؟ قال لك وهادو بجوج كنسميهم المواليد البشرية. إذا كان قال الوزير ديال التربية الوطنية سي بن موسى حنا ما كنمروا مغالطات وما عرفناش وخاص اللي يشرح لينا، أنا كنقولها يجي هو نشرحوا ليه. حنا 300,000 موظف التربية الوطنية وكل واحد تبارك الله عليه آخر فينا عنده الإجازة، وحنا أصحاب الميدان. ديك الشيء كنقولوا في الشعار هذا التعليم وحنا ناسو، وبن موسى يفهم راسو. انت جيتي من الداخلية، جيتي من المدرسة ديال القناطر ديال باريس، ما جيتيش من التعليم المغربي وما جيتيش من الكليات المغربية. النقطة الثانية نجي معاكم مادام حنا كنديروا تمحيص لهذا، واسمح لي غنطول شي شوية ولا شي حاجة. خذ راحتك خذ راحتك. نجي للمادة الثانية، تمارس الموارد البشرية حسب الحالة إلى آخره، وتخضع في تدبير شؤونها للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، هذا طبيعي، أو السلطة المختصة. شناهي الله أعلم شناهي السلطة المختصة. نرجع بكم ل 2003 النظام الأساسي، خديت واحد الفقرة بسيطة هنايا كتقول أسيدي ويسند أمر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها اللي هي الأطر ديال التربية الوطنية في هذا المرسوم والتي تعمل بقطاع التعليم إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع. نزلنا هذه الكلمه هذه ملغومه، واحد اللغم حطتنا هنا غادي نفجر فينا فوق اسماء بغاو هما يفجروا. ثم ايضا انت كتجي من بعد وهذا سأبينه في العقوبات، كتقول لي في العقوبات ما كاينش ضمانات، الماده 64 ما كاينش ضمانات،
او اسمح لي الفصل 120 من الدستور المغربي اللي كيضمن لي المحاكمه العادله فين مشات؟ ولا والفصول اللي كاينه في النظام ديال الوظيفه العموميه من الفصل 65 حتى 75 مكرر واللي كتضمن لي الحق في المحاكمه العادله وتحل المجلس التاديبي لان انت ما يمكنش تكون خصم وحكم في نفس الوقت فين مشات هذه الفصول هذه؟ ايوا اسمح لي تدوز لي هذه المغالطات وانا كنستغرب الحق هنا كنتعجب من الاخوان ديالنا والزملاء في النقابات اللي خلوها التروه تدوز ما فهمتش الحقيقه ملي كنتاسف الزملاء خصهم الحق ينتبهوا لهذه القضيه للاسف الشديد نديرو